فكرة ديلي ميلز هي عبارة عن حل مشكلة الموظفين فترة الغداء. طبعاً تعرف أكثر شيء يعني يواجه الموظف في الدوام فترة الغداء، يكون ما عنده وقته محدد، وقت معين، فلازم هذا يعني خلال هذا الوقت يطلب الغداء أو إنه يطلع يتغدى وهكذا. فإحنا حلينا هذه المشكلة بإنه يصير اشتراك شهر أو أسبوع، خلاص كل يوم متجدول يجي له الأكل ويجي له نفس المندوب لين حده في المكتب. لا طبعاً أنا كنت موظفة سابقاً، فكنت أواجه مشكلة كبيرة في الغداء. أول مشكلة هي كانت الحيرة، يعني كل يوم إيش ناكل، ناكل كذا، لا ناكل، في اختيار المطاعم. يعني هذه أول مشكلة كانت. ثاني مشكلة كانت التوصيل، يعني أول شيء الأسعار التوصيل تكون جدا غالية. مثلا المندوب أنا مو فاضية، مثلا عندي ميتينج، عندي فصعب إني أنا قد كل يوم أشرح له لا تعال في الوقت في المكان هذا في الوقت هذا، عرفت كيف، أرسل اللوكيشن وكذا. فإحنا حلينا المشكلة هذه إنه يكون متجدول الأكل ووقت التوصيل والمناديب. إحنا تقريبا بدأنا التطبيق قبل 4 سنين، فكان عصر التجارة الإلكترونية، فكان كل البزنس متوجه للتجارة الإلكترونية وفي عصرها. فأنا أنصح إنه التوجه يكون بهذا الشكل. هو صح يعني راح يواجه صعوبة في البداية، بس يعني لما تبدأ خطوة بخطوة راح يكون الموضوع سهل. أنا عندي نصيحة للنساء السعوديات، هذا وقتكم، والآن يعني في دعم كثير جدا من المنشآت الحكومية يدعم المرأة السعودية وسهل لنا أمور جدا كثيرة. فأنا أنصحهم أن أهم شيء تبدأ أول شيء بالفكرة، وبعد ذلك تبدأ بتنفيذها بـ 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 يعني بخطوات مبسطة، مو تبدأ بشكل مفاجئ، لازم تبدأ بتجارب وتبدأ بشكل مبسط، وبإذن الله راح يكبر معاها الموضوع. أحب أشكر أهلي الداعم الأول لي في فترة البزنس، وأيضا الناس اللي حولي يعني جدا جدا دعموني في البداية وللآن ما زالوا يدعموني ويشجعوني. وحابة أشكر الهيئات الحكومية قد إيش سهلت لنا الأوراق والتعاملات، خاصة وبالأخص منشآت، صراحة وقفوا معانا جدا كثير ودعمونا من جميع النواحي، من ناحية تدريب الموظفين، من ناحية إعطائنا فرص كثيرة ومساعدتنا في أمور كثيرة في مجالنا.